حاجة. هاي زبدة وجهي. واو صح واضح اني تعبانة. شكله يضحك. خلوني بس أحطه. أوكي. هاي. أنا تعبانة حرفيا، اصبروا بدور المنديل خليكم بجيب فرش الحواجب. دقيقة وين المنديل؟ أضحك، أضحك ولا ما أقدر أضحك. هاي حاطة الماسك عشان توي راجل مجلس تصوير، ف حطيت ماسك عشان بحط ميك اب وبطلع. بشرب مويه بس خاف اشرب الماسك من المويه. ماي جاد شكلها مرة نفسية. يا أكره لما أكلم واحدة تجي تكلمني من خشمة. أختي أضفي وجهك، ما تبيني مع السلامة بس تكلميني من خشمك. وجع يكرهي إذا حد كذا. أي والله لازم أحط مزاز، بس مشوار أروح المطبخ عشان أجيب مزاز سترو. جيلين حجية تقولين مساسة طاق الورد اللي كنت لابسته وجلس تصوير لي قبل شوي من موقع شيئين. هاي ريات والله ابغى ماي، احس اني بموت. تخليني اروح اجيب سترو واجي، اروح اجيب سترة واجي. صبر حبايبي نسيتوا يا قلبي، ابى اروح اجيب سترة واجي. اوكي عشان اشرب الماية. طيب اجيب سترة عشان اشرب الماية. اوكي ابى اجيب سترة عشان اشرب هذه الماية. بروح اجيب سترو عشان اشرب هذه الماية. اوكي اوكي
أشرب عشان أشرب مرة. ما أقدر أضحك، لا تضحكون، ما أقدر أضحك معكم، بس أضحك معكم يخرب الماسك. وش اللي مسرع؟ تبوني أطول يعني؟ تكرهوني؟ أوف. غطس المسكين، أغطس أغطس أسبح. أقدر أضحك، لا تحطون، لا تضحكون، ما أقدر أضحك معكم. خلي أشوف إيش كتبت لما رحت. إيه حشيت فين؟ هذا ماسك. أذن عندنا برياض. كيفكم؟ شو أخباركم؟ مساكم بخير. راحة. ما شد الوجه بس يرطب لأنه بالكوكنت أويل. هذا هو من فيكتوري سيكريت. أنا الحمد لله بخير حبايبي أهل عمان. راسي يعورني. الماسك صار له 8 دقائق. ايوه انا بكامل قواي العقلية فاتحة. بس ايش ابغى انت؟ لا الماسك هو كذا، بس ما يلصق. بطلع مع صديقاتي اليوم مطعم فلازم احط. انا ابغى فرنسا تفوز. فغي موطني. الحمد لله الحين احسن من قبل. اللي يسألوننا وجع وجع. يا ربي نرفز نرفز نرفز. جسد نرفز جسد نرفز. حبايبي يلا احبكم اكثر يا قلبي. كيفك يا قلبي؟ الحمد لله. انت كيفكم؟ قليلت الحياة، قليلت الادب. يعني انا كاتبت لك تروحين تسألين نفس السؤال ليش؟ لماذا هذا الحكي؟ يكره اللي كذا. يعني انا كاتبت لك شيء تروحين ترجعين تسالين عنه ليش؟ لا تقولي جعل شاري. و فين كذا؟ او ماي جاد يا ابغى اعيش هذا الشعور طول عمري. اه او ماي جاد Oh my god, you guys. كذا عشان الشعور مرة حلو صديق.
قاعد خاصة وانا مضغوطة. بث برعايتي يا جايز، صح يا جايز يا جايز يا جايز. وجهي تعبان مرة صح؟ تخيلوا الإبرة، شوفوها تشوفون هذه، ما تشوفون صح؟ الزبدة تشوفون هذه النقطة، حتى مو باينة الوسخة أصلا، بوريكم. شوفوا هذه النقطة وين، شلون أوريكم؟ شفتوا هذه النقطة؟ يلعن شكلها والله إنها تعور، هالكبره وتعور مرة صدق. أذكر أول ما شفت اللاصقة كنت بس أبغى أنام، بس أبغى أنام، كان عندي شغل في نفس اليوم، بس أبغى أنام يا أمي خليني أنام، ولا قدرت أنام. هي صغرها وتعور كذا وجع قليلة الأدب. Oh my god. ايوه قولون لي شو اخباركم، شو اليومكم، وحشتوني والله. ايوه حسني من زمان ما بثيت. ايوه ماي بمصاص، عشان عندك مشكله يا اخي. والله احس وحشتوني مره، احس صار لي سنه ما بثيت، يعني هو صار لي يومين ما بثيت بس احس صار لي سنه، عرفت شلون؟ بس اني ضيعت عيالي يوم ما بثقت. بقفل اذا خلصت ميك اب. هاي وجود تو انتبه، انتم محترين بس انا لا، انا يعني مزكنا شوي. ف بس الظهر ذا مو بث، بس مو بس، فهمتوا ولا لا؟ اتمنى انكم فهمتوا صدق. خلاص الحين حنا لازم نفهم بعض، عرفتوا؟ لازم ما اشرح، خلاص انتوا كيف فاهمين. اللي يقول قم صلي عشان تتكلم وانت ساجد. حلوة حبيت. Oh my god. إذا وجود تبين تاخذين قست عادي. وجهي والله حبيت دائما كذا اللي تجي تهاوش يقوم يصلي يا كافرة وما أدري وشو. يلا برسل لك قس وجود، اوكي؟ الزبدة يا اخي نرفز تصور وجالس تشوف مثل تكسب صدق نرفزه. هاي هاي. اول مرة بالحياة اسمع صوت وجود. هاي يا فك يو، صوتي كيوت. سامع لي صوت يا ريانا، ترى علق، ترى علق وجود، علق استهبل. اوكي شكرا، هلا قد وجود طلعت. اوكي
راسي مصدع صديق، ما ودي اخذ دوام شيء. اوه هذه وجود صديقتي. خلاص طيب ما بتأخر، حد قصدك؟ أيوه ماي جاد. يا دمعة لا تطيحي، انظري نحو السماء. أكره الشمس والرموش إذا ما رضى يطلع الزبدة. اسمعوا، وجهي تعبان لأني تعبانة، معلومة جديدة. أبغى أسولف، أبغى أسولف بس ما أدري إيش أقول. أنا جاي من الظهر، عرفتوا؟ لا مالي حرام الحين بس متعبان الزبدة. شو اسمه، أنا جاي من الساعة 12 الظهر، تستهبلون يعني؟ خلاص والله باقي تعبانة بس أحسن من قبل. بطلع مكان ما يصير اطلع كذا بدون ميك اب، يحسوني انسان فضائي، عرفت شلون؟ ولا انا ودي اطلع بدون ميك اب بس شوف الاظافر. ترى هذا شنيع كذا، ان شاء الله بعد بكره عندي تصوير بعد، ان شاء الله انه ما في شيء. إن شاء الله بجي الكويت إن شاء الله، وأشوفكم كلكم من الكويت إن شاء الله. ليش لا؟ شو ما يجيكم يا عمري، كيوت. إن شاء الله بجي، ما أنا بخليك. كيوت حلوكم. إن شاء الله بس أروح الإمارات، بروح أبو ظبي، أروح مدينة ياس، ميتة أبو أروح ميتة. تخيلوا أمس واحدة دخلت بثها، طيب واحد اسمه زبيدة زبدة، دخلت بثها اللي تقول ان في واحدة مهاوشة فلبيني بالمطعم عشان وشو، وتفلب بوجهها ومسوي سالفة وامن ما ادري وشو، عشان وشو، عشان بطاطس بخمسة ريال. طيب صارت لي نفس السالفة مرة، تخيلوا كنت مرة في الماطم. طيب كنت أنا وأمي، الزبدة إني كنت أطلب ذا، كنت أطلب أوكي، فعادي يعني جيت بس المطالب هي إن في وحدة ماكل فلبيني أكل، حسيتها شوي وبتذبحها صدق. خلاص مرة البنت، عرفت شلون بالضبط؟ تخيل على وشها. اصبر بقى قفل بس شوي وبجي، في مندوب برا، اوكي؟
بكمل السالفة بعدين.